سلمت مصر أول حفار بترولي مصري الصنع بنسبة 100% بالتعاون مصري صيني إلى شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية. صنع الحفار بقوة حفر تبلغ 2000 حصان ليعمل بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال. تأتي صناعة هذا الحفار الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن صفقة مبدئية لتصنيع الحفارات بقيمة 44 مليون دولار.